السلام عليكم، اللهم احفظني وإخوتي من كل سوء ومكروه. فائدة عظيمة. قال الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله تعالى: فمن عرف من نفسه أنه يصيب بعينه فيحرم امتداد عينه ليصيب غيره دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى بالدعاء له بالبركة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق. وفي رواية أخرى: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، أي أن يقول: اللهم بارك، أو بارك الله له، أو اللهم بارك له. أما قول الناس ما شاء الله تبارك الله فليس لها علاقة في هذا الحديث، إذ هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى بأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته. فليتق المسلم الذي يضر غيره بالعين، فإنه يوم الأيام سيقف أمام الله عز وجل. أسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلنا برعايته. انشروا المقطع للفائدة، وفقكم الله.